ينضم إلينا من سان بطرسبرغ إذن الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، يعني كما توقعنا هذه البيانات وإعلان سان بطرسبرغ لم يخرج عن الكلمات التي ألقاها الرؤساء الأفارقة اليوم والرئيس الروسي من بينهم، وإذن كان هذا ملخص لهذه الطلبات وهذه الاقتراحات من الجانبين. نعم أحمد، كما ذكرت، لكنه من الجدير بالذكر أن نشير إلى ما تحدث عنه رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث قال بأنه في حال ربحت روسيا فإن الدول الأفريقية هي أيضا ستربح، وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي على أن روسيا كانت من الدول السباقة التي قدمت المساعدات للدول الأفريقية وخصوصا في جائحة كورونا، إضافة أيضا إلى أن روسيا قدمت المزيد من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة، وهذا أيضا كان الأمر نفسه حيث أكده الرئيس فلاديمير بوتين خلال يوم أمس. كما أيضا بوتين منذ قليل وفي الكلمة الختامية له أكد على زيادة عدد المنح للطلاب الأفارقة، بالإضافة إلى افتتاح الجامعات والمدارس باللغة الروسية في الدول الأفريقية. وهنا كما ذكرت في الرسائل السابقة أحمد بأن روسيا اقتنعت وتعلمت الدروس من الغرب وأرادت الدخول إلى القارة السمراء عبر المساعدات وعبر المجال الثقافي، أي من خلال بوابة الثقافة روسيا دخلت القارة السمراء. أيضا أمور عديدة تم الإعلان عنها من قبل الرئيس بوتين وأيضا رئيس الاتحاد الأفريقي، أهمها هي التعاون بين روسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى خطة عمل حتى العام 2026. كما أيضا تم الإعلان عن القمة الروسية الأفريقية الثانية، وأيضا تم التطرق إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي عن أن الرئيس بوتين قدم لهم ما يمكن أن ينهي الحرب الروسية الأوكرانية أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد الرئيس الأفريقي على أنه وسيقوم مع الزعماء الأفارقة بالتوسط من أجل إنهاء هذه الأزمة، كما أشار بأن الدول الأفريقية لديها القدرة على إنهاء هذه الأزمة. من المقرر أيضا أن تلتقي الدول الأفريقية مع الرئيس الأوكراني خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل إعادة بحث المبادرة الأفريقية فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية. أيضا في السياق الذي أعلن عنه بوتين منذ قليل هناك تعاون وهناك أيضا تقديم للمساعدات من قبل روسيا، وتحديدا المساعدات الطبية، بالإضافة أيضا إلى مساعدات في مجال الطاقة إلى الدول الأفريقية. كما أيضا تم التوقيع على مذكرة لمحاربة الإرهاب بين وزير الخارجية سيرجي لافروف وأيضا المجموعة الأفريقية. لذلك أحمد نحن الآن نتحدث عن أن هذه القمة حسب التأكيد الذي أعلنه الرئيس بوتين هي قمة بالغة الأهمية، قمة نجحت، استطاعت روسيا من كسب الرهان ضد المشروع الأمريكي الذي كان يريد عزل روسيا، استطاع الرئيس بوتين أن يجمع القادة الأفارقة ويقوم بقمة أفريقية روسية هي الثانية من نوعها في العاصمة الشمالية لروسيا على الحدود مع حلف الناتو. الكلمات التي خرجت الآن من الرئيس فلاديمير بوتين وأيضا الكلمات التي خرجت من رئيس الاتحاد الأفريقي تؤكد على أن المشاريع وحجم التعاون والاستثمار بين روسيا وأفريقيا في المستقبل بالغ الأهمية. الحضور كانوا على مدار الدقائق يصفقون للتصريحات وللكلمات التي يتحدث عنها بوتين وأيضا التي تحدث بها رئيس الاتحاد الأفريقي. إذن أحمد ننتظر الآن قراءة الخبراء لهذه القمة، كيف قرأوا النتائج، هل هي هذه القمة كما راهنت عليها روسيا وراهنت عليها أيضا بعض من الدول الأفريقية، حيث روسيا وقبل القمة أكدت على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضغط بنسبة كبيرة جدا على معظم الدول الأفريقية لعدم حضور هذه القمة، إلا أن العدد حسب ما أعلنت السلطات الروسية بلغ 49 دولة، إضافة إلى رؤساء وزراء دول من أفريقيا. وإعلان بطرسبرغ حسين يحتاج بالفعل إلى قراءة من الخبراء. أشكرك جزيل الشكر الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية في سان بطرسبرغ.